وبركاته. الموضوع كسابسن أخلاق دي يردغن كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وموضوع عادو قد بلارن. ولذلك ببعض العلماء كتاب دوري طبن مجلدو دايك قرين نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وكتاب دوري تبن مجلدات كوبان هدي أنه إنتي سكالوردن إنتي نسكتقنو مسألة كستمركو كورمه وحكينا باب ليدهدو المثل التطبيقي تصالي نبي محمد كصابسان عليه الصلاة والسلام ويسوي السميي هدي نسرنا دا أمثلة دا أخرية وقولي مدى مانس وأيو نبي محمد عليه الصلاة والسلام دقن كي سينين وكورنا وين الإسلام كي كورنا وين نبي محمد وحوها إسلام كي حي يو نول وعقا كسو عنايا سيدا أوغيت أي نبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك حديث كشيخين كوريني وحلي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا نبي محمد وحوها عليه الصلاة والسلام بن آدم لاركو كيو أخلاق فينا صفية بنت حيي وهوين كي نبقى كمدة هيدنا وحينا لدي ما رأيت أحسن خلق خلقا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث كالطبرة ليلي سنات حسن كورنية ما نرقب إلى دي وحن نبي محمد عليه الصلاة والسلام كأخلاق فينا بل الدقنك يا أخلاق دي نبي عليه الصلاة والسلام وكي خديتي أدليشن سي نبي نمديس مركي وحيك كواد نبي وكسو أدقي عليه الصلاة والسلام غار حراء ساقو عبصان يوصو النغض دباتنا خديتي أدتشن سي حديثك الصحيحين كي الله وحيلا دي كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتغري الضيف وتعين على نوائب الحق وحيتري هكايا من عبسي يدب مشكلة دينك وهاليشو إلهي ما قد أرتينان إلهي ولقك هوتشين بيلاتي حي دليش نيسا قفك الصنينان إلهي هوتشين وحيلا هذا واحد هيت مت قرابة حريرية الدواء قبل النبوة وانت وحيك كسو الدقين أي دقن كيسك والرميسة سيدو دقم شرين نبي عليه الصلاة والسلام وحيلا هذا المركة إنك لا تصل الرحم وحطها هيمد رحمك حريرية وتحمل الكل كعلصنا حنبارة الكل يثقيل كالضعفاء واليتامى والأرامل والمساكين دتك سين حكسن كرين الضعفاء كوا علصنا واد حنبارتها وتكسب المعدوم وحد كلو صدق ستاء لب حضادتك سيسا الشيء المعدوم كان دتك بقارين اللي هلين وتغري الضيف مرتدى واد صورتا وتعين على نوائب الحق بيلاده حوادثية مشكلات كبن آدم كوحا كارثة كل عدم غير نبي آدمنا كو قرقار باطي ووحي مشكلة دون بن آدم كوكو يكسو هرتان أو قرقاراتي سيدا أوغيت خديجة وحي كرد قيسا إن أخلاق ذا النبي قفي عنه إن الدليل طي على صدق النبوتي نبي نمديس ولذلك أيها الأحبة نبي قوحاها أحسن الناس خلقا وخلقا أبور نمت قرح بضنبوها والشكل قيسي منظر كيس السري قرح بوها رقا نمت قرح بضنبوها إذن العظمة كلها وقورتي وين دمانتي أي مثالها حتى يتهي وين داس مدى يغمر خاتك عين أهل الغرب دتكو دي وحخريني قوتيكي جرمال قبياكي شكسبير كجرمال قوتيه أيوحو تلماما يا
بني آدم لماذا وحن أرادي يبوري مثال يا تصالو نقنك ربنا آدمك دبتنا فوجته في محمد أبو لي محمد فوجته في محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد بانكها ليبولين يهي كتصال ابن آدم كون غنكرة كثير كثير بصاء روري أور كثير لكن وحاصر نوحا كاقفلا إلهي خلقك أبو ري إيسوي يقاني إن مطلعها على خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلهي أك قلوب توحا كتشري إيش وحي حضه أي يسوي نبي ساماني يوحولي وإنك لا على خلق عظيم مرخاتك لو لوبا هي مجرو إلهي بأن نبي محمد عليه الصلاة والسلام عليه وإنك لعلى خلق عظيم وجملة اسمية باللغة العربية وإن حرف التوكيد كبلا بانتها والله محقا دمكو جرو وأدواتك في عربية وحلواتك يولنبا ليس وقي يعني وحوة ينوحه بانتيا إن التهيمت لقم في عنب إلهي سبحانه وتعالى سيدو قد أيها الأحبة وحي علماء ضيدا هذان مجره حبن حبن تخير كميدا لقم ماذا خير كحبن كميدي مجرته إلا يا إلهي رسول كيسو أوفر حظ بوي ليفت ووين بو ذاك أيها استا أما قم ماذا هلك وصر ريسو كتشوغا تاسنوا ميدا وغمر خاتك عين كوي أدوى يكوي كدير على بضبا كوى عدوى يكوى الصديقة با. قال دي النبي محمد الرومينين أي هو مرخاتك عضي بل قال دان دنبابك كالي كوي لانو لا يلدري ري يدقال كو كده حي قريش محي لهي الأمين الصادق وكو رنشيغا وآمن بيكو تلماميين وكوي لدري ري عين كاكو صفيني ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام محيهيد أخلاق في عني دقن كي سوردن فعل كيسا سيرديسا وحوال بوينو كأركي كرنا صحيح مسلم كحديث كوي يالنا عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها أي وحل ويدي كورا دقن كي نبي نوصي فيبا ليلة سيدوءها أخلاق دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن هذا ربطان نبي محمد أخلاق دي سيدقن كيسي لقد كان النبي محمد وحوها عليه الصلاة والسلام قرآن كبيلاته يعني النبي وحوها قرآن صعنية وحكستو قرآن كباقي وأخلاق في عنه دلقاد له وعفس له وتواضع له وقيس النمى له ووحبحن له وحكستو بن آدم لو أمانو قرآن كشيغي أما لينفري وقرآن كسا أروري نبي عليه الصلاة والسلام كفوا ليبوها ولذلك أوامرته إيا النواهيدة وحا قرآن كوينا فريا وحينا قرر يا بيبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقل نقم وهي وحوها دي قرآن سعونا يوها بين وران كرنا قرآن كو وإريا قرآن نبي محمد نوحا ترجمة عملية practical كي وهي آيات كاري شيغيين أو practical real life كان لغا هرقليي نلوشا لغا لغطة بقاي أيو نبي محمدنا عليه الصلاة والسلام عطابة وحويري وحنكويري عبد الله بن عمر بن العاص أخبرنا عن صفة رسول الله في التوراة ابن عمر بن العاص وحا ضدكي كتبته هرنا وحكاية قاني بارتاي دابا تنوحان ربوري توراة محان نبي قوص ويكسي فينيس وحوري بي أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن سيدا وقرآن كوغسي فايسني وغسي فايسنا وآه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحكرا كتالي بولي وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حديث البخاري ورنية إذا نبي قوح قصي فوبي عليه الصلاة والسلام كبلا أوفيه
oo dadka wuxuu kula ballamo u dhammaystira oo tawaaduc iyo isudhuldhig ku safaysan, ku cibaadaadka Rabbi si fiican ula yimaada, ku geesiya, ku cafis badan, ku akhlaaq uun bini aadam lagu ammaano, naxariis badan, kalsooni badan, waxaad ka garan kartaaba nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waxa la ii soo bixiyeyba risaalada nebi maxamed ba waxaa cinwaan u ah inama bucustu liutamima makaarim alakhlaaq aw saalix alakhlaaq, sida imaam albukhaari fi ladab almufrad iyo imaamu axmed fi musnadihi bay ku warinayaan. Waxaa la ii soo saaray buu nebigu leeyahay inaan dhammaystiro, yacni ambiyadii baa laga dhaxlay akhlaaq fiican, laakiin kolba waxbaa dhinnaa ama waxbaa duugoobay. aniga waxaa la ii soo diray buu nebigu leeyahay liutamima makaarim alakhlaaq, dhaqanka fiican inaan dhammaystiro. Abi Dharr al-Ghifari radiya allahu canhu ayaa markuu maqlay in nebigu ka soo baxay maka buu walaalkii soo diray, wuxuu yidhi war maka tag, oo meesha maka la yidhaahdo ninkaa warkiisa ii keen buu ku yidhi. Abi Dharr walaalkii baa yimi maka, dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam buu indheindheeyey, waa xadiiska Bukhaari ku yaalla. Wuu noqday, wuxuu yidhi war maxaad aragtay, ra'aytuhu ya'muru bimakaarim alakhlaaq buu yidhi. Warkii uu la noqday Abi Dharr walaalkii waxa weeyaan, waxaan arkay isagoo faraya dadka makaarim alakhlaaq, akhlaaqda keeda fiican. Idan nebigu calayhi salaatu wasalaam xusnul khuluq oo dhan buu ku sifoobay. Xusnul khuluqna sida saxiixu Muslim ku taalla, albiru xusnul khuluq, waa nebigu samahoo dhan ayaa akhlaaqda kiisa fiican. Idan waxay culammadu yidhaahda akhlaaqdu waa laba, waa xusnul khuluqi maca Allah wa xusnul khuluqi maca cibaadihi. Ilaahay subxaanahu watacaala inaad si fiican ula dhaqantid, oo ilaahay sida fiicanaad ula dhaqmaysa waa maxay? Waa inaad si wanaagsan u caabudid, wixii xukum ee dhankiisa ka yimaada inaad kula kalantid birida wa tasliim, adoo raalli ka oo ku niyadsan, adoon cabasha jirin ee ku niyadsan wixii ilaahayna fara subxaanahu watacaala. Wax xaraja iyo wax diiqa iyo wax cidhiidhiya iyo wax ku hasha adigoo aan dareemaynin, oo haddii salaad iyo zaka iyo soon iyo xaj iyo kuwa lagu faray adigoo munsharixu sadriya, laabtaadu ku faraxsan tahay inaad la timaado. Ama akhlaaq fiicnida bini aadamka lagula dhaqmaa waa kow, inaad sharkaaga ka haysato. Nin buu nebigu yidhi sidaaye, markaasuu yidhi haddaan kari waayana, markaasuu yidhi sidaaye, markaasuu yidhi haddaan kari waayana, markaasuu nebigu yidhi sidaaye, markaasuu yidhi haddaan kari waayana. Markii dambe nebigu wuxuu ku yidhi haddaba sharkaaga dadka ka hayso, xalaalada halka ugu dambaysa laga rabaa waa maxay? Sharkaaga hayso. Dhaqanka dadka lagula dhaqmaa waa sharkaaga inay ka nabad galaan, dhibtaada inay ka nabad galaan, dhibtoodana inaad ku sabirtid, oo dhibtooda inaad ku sabirtaa waxay keensanaysaa dulqaad iyo cafwi iyo wixii la mid ah, iyo wanaag inaad dadka kula dhaqanti talaaqat alwajhi walbashaasha waltasliim iyo wixii la mid ah. Nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo akhlaaq wanaag oo dhan ku sifooba ayuu haddana ilaahay wuxuu ka baryi jiray, allahumma kamaa axsanta khalqi fa axsin khuluqi, ilaahu sidaad abuurkayga u fiicnay saad ii qurux badnaysiisay korka, gudahana iiga qurux badnaysii. Waa dhaqanka bini aadamku, qofku two personalities buu leeyahay, midi waa muuqaalkan, nin cad oo dheer oo noocaad u egtay, nin madow oo aan noocaad u egtay, waa shakhsi. Shakhsi labaad baa tahay oo ah dhaqankaaga. Ficlanna horta ka bini aadamka qiimaha leh dadku ay ku xisaabtamaan waa shakhsigaaga labaad. Si kasta haddaad u fool xun tahay, muuqaalkaaga kan waa sancadi Ilaahay. Inagu maala kana waa fool xun, kana waa qurux badan yahay, wuxuuba waa sancadi Ilaahay. Si kastoo araggaaga kani u eeg yahay, hadday akhlaaqdaadu fiicantay bini aadamka waad hanaanaysa,
si kastoo aad u qurux badanta oo u wajacasta oo u qurux badan tahay, haddaad dhaqan xuntoo jacjacoortahay, waxba cid kugu fali mayso. Idan labada bersonaaliti ka qiimaha badan le waa ka hoose, labada dadnimo ka qiimaha le waa ke waa ka hoosaa qiimo badan. Hadday labaduba isugu darsadaanna waa nicmo nicmo ku sugo. Saa daraaddeed bay nebigu wuxuu odhan jiray, allahuma inaa acuudu bika min ashiqaaqi waannifaaqi wasuu'i lakhlaaq. Ilaah waxaan kaa magangelayaa waxaasoo dhan oo ay ka mid tahay akhlaaqda xumaheedu. Waxaan leenahay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaynu islaana dhaqankiisi ka warrama ma ka gayoonayno. Muqtatafaat culammadu tiltilmaamtayna wax ka tilmaamo mooyaane. Waayo hal kitaab baan idhi oo nadratu naciima qura haddaynu qaadanno ayaa dhowr iyo toban majaladood oo ka warramaysa dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam. Sidaa awgeed reerkiisi iyo ahlkiisa si fiican buu ula dhaqmi jiray, bulshadiisi iyo asxaabtiisa si wanaagsan buu ula dhaqmi jiray, dadka uu maamulay raciyadiisa si fiican buu ula dhaqmi jiray, xataa cadowgiisu si wanaagsan ula dhaqmi jiray. Acdaada iyo kuwa ishayaan ayuu si fiican ula dhaqmi jiray, xataa iyagoo waxay kula hadlayaan aan wax la dool qaata ahayn, iyagoo kuleh waxay u soo direen nin odayadoodii ka mid ah, iyagoo kuleh waxaanu rabnaa niyo waxaan haddaad ku doonayso boqortinimana aanu boorkaa dhigno, haddaad magac iyo maamuus doonaysaan kuy, waxay ka dhigayaan inaanu nebigu daacad ka ahaynba diintan wadee maarib kale iyo dana kale inuu ka leeyahay. Afka kagama boodina ma odhan ma waxaas aad igula hadlaysaa. Wuxuu ku yidhaha faraqta min hayaab alwaliid, hadalka ma dhammaysata, kamuu dhex gelin kamuu goynin, markuu dhammeeyey markiiba hadalka ma boobin. Ee wuxuu u leeyahay hadalku ma kaa soo dhammaado. Markuu yidhi haabuu nebigu suurad qur-aana ku dul akhriyay. Maxaan uga jeedaa? Nebigu calayhi salaatu wasalaam xayawaanka iyo dhirta iyo environmentku dhaqan fiican kula dhaqmay. Environmentka caadiga ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaqan fiican kula dhaqmay. Walidaalika akhlaaqdiisa ma koobi karno. Haddaynu eegno reeriisiyo siduu ula noolaa, khayrukum khayrukum ilaa ahli wa ana khayrukum ilaa ahli buu nebigu leeyay. Sunan Tirmidhi, khayrukum khayrukum ilaa ahli, waxaa idinku khayr badan ka reerkiisa ugu khayr badan buu nebigu yidhi. Dadka badhbaa dabadda ku qurxoon guryaha markay tagaanna bahal ah waa dhib. Qofka noloshaba isku darsateen iyo caruurtaada dhashay inaad ku kakanaatid dabadana nin fiican oo hebel laga yaqaano inaad noqotid wax fiican maaha. Haddaad rabto bini aadamku inuu warkaaga aqbalana, waxaa laga yaabaa rag badan inay ahaayo waan lay maqlin. Islaanta waxaan u sheega ma maqasho, caruurtu ma maqlaan, dabeetana guriga markuu soo galo waa awaamir iyo dagaal. Haddaad rabto in dadku caqligoodu ku aqbalo, waxaa ka horreeya qalbigooda inaad furtid. Qofkaad qalbigiisa furi kari weydid, caqligiisa ma furi kartid. Qalbiga maxaa lagu furaa? Alxanaan walxub walkalima tayiba. Qofku aad si fiican ula hadasho, tusaale yar, caruurteennu guriga waa ka sii cararaan. Markay kindergarten xadaanada meesha caruurta lagu hayay iyo iskuulka iyo way jecel yihiin. Maxaa jira iskuulka markuu soo galo ama ka yari markuu xadaanada soo galay, habarta joogtaa dhunkanaysa, intay u fadhiisato ayay hag siinaysa, laabta laabta u saaraysa, dabeetana waa soo dhaweynaysaa, waa fadhiisinaysaa, dharbay ka bixinaysa. Markuu ka imanayana hag bay soo siinaysaa, adiguna markuu guriga soo galana fadhiisa war baad ku bilaabaysaa. Tehiyadu kaa jeclaanaya hadday saatay. Waxaan uga jeedaa qalbiga qofka la furaa dabeetana caqligiisa kuu furmaya. Nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli. Walidaalik buu la kaftami jiray haweenkiisa oo erayo uu kula cayaarayo ugu yeedhi jiray, yaa caaish buu odhan jiray, caaisho ugu soo gaabiyey, yaa xumayra yabnata sadiiq. Waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xad ay biyaha markay qabaysanayaan biyaha meel qura intay wada darsadaan uu isna dhankiisa ka booba iyana dhanku ay tidhaahdo intaa iga tag intaa iga tag ay ku tidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam. Idan
waxay caaisha tilmaamaysaa xataa inuu la baratami jiray, inuu la baratamay nebigu calayhi salaatu wasalaam, intaa iyadoo ciidan lala socdo uu ka soo yaro hadheen oo iyada iyo nebigu ay soo hadheen ayuu la baratamay. markaasay ka dheeraystay berigay, inanta yarahayda fududayd, beri dambe waxoogaa cusalatay buu yihi, kaale waa baratamaynaaye. wuu la baratamay, markaasuu ka dheereeyey tilka bitilka buu nebigu yihi, taatii u tuur buu yidhi, maantii horena hada iga dheereeyey, maantana ana kaa dheereeyey. Yacni waxaad qiyaastaa nebi Muxamed oo nebiya oo rasuula oo ilaahay uu ka doortay bini aadamka oo dhan oo ummad dhan madaxweynaheeda oo inan yaro dhowr iyo toban jiro la baratamaya. caaisha wuxuu nebigu ka dhintay iyadoo 18 jira, inan yaro dhowr iyo toban jiro la baratamaya. waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qaabku uu la noolaa reerkiisa ilaa xad caaisha la weydiiyey. nebigu markuu guriga jooga muxuu qaban jiray? waxay tidhi, kaana yakunu fii mihnati ahlih faida xadarat salaatu yatawada yakhraj ilasalaa. dee reerku uu shaqayn jiray bay tidhi markuu guriga nebigu joogo, intuu boqor iska dhigo meel fadhiisto waxaa hala soo qabtuun muu odhan jirin. reerka shaqadiisa wax ka qaban jiray bay caaisha leedahay. dabeetana haddii salaada la adimina intuu weysaysto ayuu bixi jiray. caaisha waxay tilmaamaysaa xadiiska hore saxiix muslimku ku yaalla, mid kaloo imaam axmed uu warinayo, maradiisa isagaa tolan jiray bay tidhi, oo kabtiisa isagaa yeelan jiray, oo waxay raggu ka qabtaan guryihiisu ka qaban jiray bay leedahay. yacni hawl midnaba iskama weynayn jirin. saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay, ina min acdama alumuuri ajra annafaqatu cala lahal. ragga badhbaa dabadda ku gacan furan, gurigana ku gacan adag. nebi Muxamedna wuxuu leeyahay, arrimaha ugu waaweyn ajar ahaan waxaa ka mid ah nafaqadaad ahalka siisu, nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. walidalika ayuha alaxiba, imaam albukhaari wuxuu leeyahay, haweenaydii nebiga Safiya si ay awru fuusho lowgiisu u dhigay inay isku dul taagto si ay awrka u fuusho, yacni isaga sallaan isaga dhigaya, markaasi nebi Maxamed intay dushiisa isku taagto ayay awr fuulaysaa. waxaad ka garan kartaa siduu ula dhaqmayay Khadiijo dhimatay, haweenaydiisii hore ee dhimatay radiyallahu canha waardaaha, ayuu iyadoo dhimatay buu dadkii iyo dumarkii iyo dadkii ay asxaabta la ahaan jirtay ayuu weli hadiyada u diray. Khadiijo ma noola, laakiin xidhiidhin u xidhiidhinaya iyada buu kuwii saaxiibadaheed wax u diray. waxaan leenahay dhaqankiisu guriga markuu joogo kaasu ahaa, goob dagaal iyo meel rag isku haya markuu joogo geesi aan la loodin buu ahaa. walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam geesinimo caqliyeed iyo mid qalbiyeed ba wuu lahaa, ama si kale haddaanu nidhaahno geesinimo macnawi iyo mid xisiya, ama si kale haddaanu sii idhaahdo weliba. waxaa laga yaabaa innagu xoogaagan gaalada halkan jooga inaynu dacwo u fidino oo raganimo kala hortagna daaye, in badan oo inaga mid inay salaadana xataa kala dhuumato istiraahdo ayaan lagu arkin adigoo tukanaya. laakiin nebi Maxamed waxaad qiyaastaa isagoo keligiiya oo dunida oo dhan keligii ka hor yimi, qof qudhoo dunida oo dhan waajahaya qiyaas, waan ciidaba la socon, xaafadda ciddii joogtay rumaysay, dabeetana bulsho dhan oo mabaadi kala haysata oo diimo kala haysata oo wax kala haysata waajahayo leh, waqaldantiin waxaana caabudaysaana khayr kuma jiro, ilaahay keligii caabuda leh, quluu laa ilaaha illa allah tuflixu. waa geesinimo inaad waajahdo adduunka keliga, geesinimo ka weyn ma jirta. qof keligii mabdaysa adduunka ku waajahaya oo ku darorsano kala hor yimi oo dhib oo dhammi kusoo gaadhay oo wasaaisha bini aadamka lagu haleeyo oo dhan laysku dayay in lagu haleeyo, aliqraa xoolaanu ku siinaynaa, madax baanu kaa dhigaynaa, kan baanu kaa yeelaynaa, waxan baanu kuu samaynaynaa, maruu rabshada naga jooji la leeyahay. shajaacadiisa xisigaana taasi waa jur'adiisa uu ku lahaa iyo suu geesi ugu ahaa mabaadi'diisa. wuxuu kaloo geesi ku ahaa Cali ibn Abi Talib baa wuxuu leeyahay,
كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. هدي دقالكو واتكادب وليه دقالكو دررتو مركا كلو لاتو نبيغا نكوغ بنشر ريبوير أنك وحن نوغوغ سناؤون كنبيغا حقي سوحيغا وهي نبيغا حق دقالك عدو نوغوحيغا يبولي. أنا سباو حليه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة نبي قوحا بولي يددكا كيو ونقم في عن وقيسي سن مالي باقي لأي يدي مغالة مدينة بويري دبتنا ددكي ويصابحي ماشي قيلاتو كي يدي علبة لمودي ومال دقال وطاقن مدينة قالا انت ويرر قوحيسا مركا قيلاتي يدبو وحالي سلي هدى عدو ويصو قلي دبتنا ددكي مركي يصابحين أي النبي كهري عليه الصلاة والسلام أبي طلحة السحابة اللي لها فرس ولي يولا يدعى أهم وحبصها الرأي أنتو حرق كفري أي أنت أن ضد بصواب بحمد النبي بحي عليه الصلاة والسلام ضدكم مركا يصواب بحينا يساقوا ماشي كصور نقضي بيمي أوله لم تراعوا لم تراعوا يساقوا له هبا عبصنين عبصنين اللي بمجرته نبي محمد بعدتك كهر رأي أنتو قابتي بلدو كير دي مقيلدو كير دي تغي كصور نقضي وصحابتي سيكوله اللي بمجرت اللي بمجرت له لم تراعوا حديثك بخاروك يا الله أي لا تخافوا ولا تفزعوا بوليه وحبها عبصنين حصلة مركا إنه يقنى النبي عليه الصلاة والسلام سيردي سيور نبط المامس قبضة قال سيدو اتشوهي هل كان سيفوك قد عيين نبنا دكو في يدو كقشي الكهب برد لقدو ميي هدنا اتقنى بل الصحابة والبراء بن عازب وحليه لمن تابعين وحكوا إلى هذا النور من نبي كعررتين تابعين تودد قال الذي صحابة يوحي مشكلة قبصتين ما يسوق قارن قفونا وحان سوق قارن انت بدهم حسير هذا والله يده تشوق له من رقاد نقول له لكن صحابة رقنا ما متشوقين مش هسي يا شيء ان تاريخ ده وحورين سمريا مرر للشبيه صحابة دبتنا انت بالله ابن عازب صحابه اللي يراد وي مادين وكم اذا صحابه الرقي وغيسي سنابو كميدي فتوحات الاسلامي قال الرقي هو قامينيي قوبت هلكي كي قالان مقعي ما مسك كلها ايي وي مادين وحي يرادين اكنتم وليتم يوم حنين يا ابو عماره ما انت حنين من نبي كيا عدن بكو يرادين وحيدي وحن مرخاتك هينا النبي محمد عررين دتك قارس كف ضد يوحى عنه بهيسني يوحى بابا أنت إسكدين عجلين تربضا أي ريرها وزن ماله جلين نمن قمون كجاب يقانا ويهاي أدوهم وعيدا نمن كمال جلي يوم دافع الوقت قيسي ومدفع واقع سو هذا قمون هلا جريهاي ده بتنا يقوا إسكد هذا يبا قمون مر قرص هذا راب كلا جد جاي ضدك ويا عين نبغوا عليه الصلاة والسلام مركه ربا بغلب فوشنا ده بغلنا ما ده رأي سبا يعني كم تلاقي لنا عرربا مو شيء سنين حق عيدا كوسيك عاي ولي بيسقى أنا سقرينا ينوله أنا ابن أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب سقوله أنا أقول النبي بأنا حي بيننا شيء جمايو بيننا ما هوركاس وحنا هينا عبد المطلب سقوله نبي عليه الصلاة والسلام أوجش حاجة نية أيو كهري من عيد ماضي يعني وحيت المام سادتكم وصية عيا يسقون حق عاد وصعدة ولي باسم قرنا ياه كربو هضلا ياه سقو الشيغان ياه إنه النبي جي إلهي هي سبحانه وتعالى وإن عبد المطلب إنه يهي سقو المام ياه دابا تنب الرابة وحلي كنا والله إذا حمر البأس نتقي به دا قال لكم هضو أتكاده نبي قال لكم قبنشر نيبو يلي ننك النبي قال لكم حديث كان بخارة ورنا ياه إذن أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام قوب دقال مركا لتشوغنا قسبوها أنفلي لماذا أقول بل إيه سيدو قلبات كاية قسي لماذا أقولها قلبات ديك وحانو قتشي دسان عبسيو قلينين وحقران إسا حديث كي بخاري يضو دقال لقصو النوضي
oo nabigu calayhi salaatu wasalaam geed u harsanayo ayuu nin reer miyii soo galay, ciidanka soo dhex maro intuu qaatay seeftii nebigu halkan sudhan intuu galka kala baxay ayuu isla dul taagay. Nebigu uu leeyay man yamnacani minka, waa nebi maxamed oo keligii geed jiifo. Saxaabadu markii hore geedka u baneeyeen oo isidhaahdeen geedka har kale nebigu ha jiifsado, oo seeftii siina ay ninka kale gacantiisa ku jirto oo nebiguna jiifo kana taagan yahay. Waa wadci qofku u argagixi lahaa. Haddaad meel cidlaa lagaa helo oo seeftaad inay ninka kale gacantiisa ku jirto oo uu kula dul taagan yahay oon raggii ku difaaci lahaa naagtaada joogin adna aanad waxba haysanin, oo uu leeyahay weliba man yamnacni mink, yaa iga kaa dhicinaya. Uu nebiguna leeyahay Allah, kalsooni uu rabbigii ku qabo, ilaahay baa iga kaa dhicinaya. Yani waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu isugu kalsoonaa iyo inaan cabsida aanu aqoonin, xataa iyadoo uu wadciga ku jiro uu fadhiyo amase jiifo oo safety si lala dul taagan yahay, wadciga caynkaasi xataa inaanu digigaxanaynin amase aanu cabsiga ku jirin. Kadibna ninkii baa safety ku celiyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxba kuma sameynay, waa iska cafiyey. Waxaan ka warrama garan maayo haddaan sheegna cadaaladiisa. إلهي وحو تلمام يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط الشهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وردد وعدالة سمية بالليلي آيادة تنوى آيادة هافارد يونيفرسيتي كل يد وذا قانون كي عنوان وردقين سورين يعني أحسن تعبير عدالتك ورمو إني تهي يقو تلمام يا نبقوا عليه الصلاة والسلام وعدالة سمين شري bal anagana cadaaladda haweenka intaydhan cadaalad kaleba u gudbin. Ninkii guriga ku cadaalad sameeya dee xagga kale ka cadaalad samayn karaa? Haddaad salaamaha iyo caruurta iyo intan u cadaalad samayso, insha allah xagga kalena waad cadaalad samayn karaysa. Dulqaadkiisa iyo cadaaladiisa waxaa ku tusinaya haweenku nebigu qabay qaar ka mid ah way masayr badnaayeen qaarkood. Aisha masayr rey bay ahayd iyadana inaan ahayd intuu nebigu qabay markaasi. Laba iyo saddex iyo baynu ka cabanaa waa sagaal dumar ah. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga Caasha buu yimi isagoo saxaabo kale la socdo, waxoogaa cunna ay rabaan inay meesha ku cunaan. Ummu Salama oo haweenku nebigu qabay ka mid ah ayaa waxay ogeydee guriga nebigaana cunno badan oolin, markaa waxay istidhi armoo nimankaa nebiga la socdiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku filan weyda, waxoogaaga guriga Caasha yaalla, waxoogaa kale yana intay soo samaysay ayay u soo dirtay guriga Caasha. Caisha aragtay, Caisha way masayrtayo xeedhadii kale la siday intay dhagax qaadabay ku kicisay, waa ka kala tuurtay xeedhadii kale, waa kala jabisay. Nabi Maxamed hortiisa buu ayuu bagagac ku kala yidhi. Rag baa la fadhiya nebiga calayhi salaatu wasalaam, Caaishana waxay samaysay waa muuqataa nebiga hortiisa iyadoo dad u la fadhiyo xeedhadii loo siday bay kala tuurtay, labaana u kala jabisay. Ma cadhoonin, ma qaylinin. Nebigu intuu raashinkiisa iska gurtay buu wuxuu yidhi gharat ummukum gharat ummukum, hooyadin waa hinaastay buu saxaabadii ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Hooyadiin waa masayrtay amase waa hinaastay, raashinkiisiina uu iska gurtay, laakiin wuu cadaalad sameeyey. Haddana isagoo caynkaa leh xeedhadii kala jabtayna Caashu yidhi isku rakrakibo, teedii fiicnaydna wuu qaado, wuxuu dhiibay qofkii siday raashinka, wuxuu yidhi u celi gabadhii kalena bahasheeda xeedhadeeda u celi. Waxay tilmaamaysaa cadaaladda sidaan u kala soocaynin dadka. Oo waa tii gabadha Qureyshi intay waxaday Quraysh ay yidhaahdeen nebiga ha lagala hadlo, ay yidhi waladii nafsi biyadi law kaanat faatimata bint muxamedin laqatactu yadaha, qofka waxaday cid kale daaya hadduu ina nebi maxamed ahaan lahaa gacantaan goyn lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waxba ha u shafeeca qaadinina. Dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam meeshaynu ka warranaaba meesha kale ka qurux badan, iithaarka iyo siduu wuxuu bixinayay
مثلا يا إحسان كسميني المقداد من الأسود صحابي اللي إلى هذا وحولي أنا قال يلا من نقله إلى الصعدة أي النبي سوى جهني بوري يدو قاتل دراد دان النقا وحكم قلي بوري يعني عهد الصحابة يكوات وسوق حين وسوه جرودين حول يوحي هستين ودوم على قلها هاري مقالة مدينة يربي مادين أهل الصفة ضد بضم بمساتك النبي سكتشوغين وحبه السنين دبتنا المضاد بن أسود حلية هاي أنا قال يلا من نوكل أنا وقع شدر أدي ذهب أسمعنا بول وأبصارنا من الجهد دقها أنا وح كم قلنين ده أنا وح بدن كأركينين أيون النبي قال سو صوبان دقني بول هذا أنا بريدة أنا وكحشوني يعني يقع عين خاصية إن وح نسي سنة ما ننهلين بول نبي عليه الصلاة والسلام بايد بول وربلنا كينا صدح ذي بوك حي لكن محمد النبي وهاي استايا والسينية قريب سوا حد شو قال صدح نيف الرياح صدح دين نيف الرياح ويده هلا للسوق وصدح لسه قريب شو قال بدين تسين وده عبي ناي إنه قيبيا وحلوان إنه ما نوال لسنا دبتنا صدح ده يدو ينبى نعبنا إن يرنا النبي قالوا ما لونكنا مركه النبي قوي ما دع عليه الصلاة والسلام أيو الصلاة أنك هردنا توسينين كسوتش إذا أنا مقليبونا سلامة أنتو بسأتك صقلو تكدو أيو الصلاة أنا سلامة بولي ده أنا وحنا صق عدنا أنتي يا ريدا أنا سقى ولد جنو أنتي بانو سينا ما نتي دم بق أيوم بس شيء دم كويس كي يو حنا اللي بولي والنبي محمد ما لا يسوي كل مالها وحبو كسو هلا ياي أنت صق عي أيان أنتي سير إنك الله عي بولي أنتي انت يا ريت النبي يقول لي جيرني وان سوك عيب له حديث صحيح مسلم هو يلا انت يا ريت نوان عبي بيري ما كان هذا نعبي اي شيء دار هذا ني ورور قليه وحي يري بيري ويحك بل واحد صبي سد انت يا ريت النبي محمد بعد عبت ما انتو كهبار دور يا اهل النار قد كبيره صح اي هذا ني سيدي بيري اني جو ورور سن اخري ادو ما بشي با سيدي بيري انت يا رعاني دابا تنوا سوق عيب ولينا شمل الضيدي ريت سوقاتي مرض يران سي تبو له هذا حق سرا سرا انا عقاي مو قري هذا حق وسنا حق سرا مو قنس هرد اي سو دغ وي دبي مرض يريد بس لي هو بوليو كل مدح حن كو دودوبا كل عقاهن قال يا حق سرا يقاوما يعني حتى وحو هو دو ما هيستو هرد بو وي سو دحي وي دي وي مكان عبار قلقشاي hurdayga iman weeyday ayaa waxaan isku dayay buuray inaan tala kala keeno waxaan sidii buuray warnabiga hadduu sidan ku yimaado gaajoodo oo ku habaaray in la liibaani may sidii waxaan isku dayay buuray inaan kaco oo muxuu sameynayaa marka kan midiban soo qaatay buuray dabatan waxaan sidii buuray dahatan nabigu uu ku gaajoonay saddex damid qalo nabiga oo qara نفكر رأي ماشي تشوقي أيو صوكا مركي آنمي أيو مانا ركي بويري هدانا نفكي يو دور بابا حكسي مودا يو آنا كوچيرا تبهتنا وان لسي بويري بسر ريهي بهدانا دبيو ضراري وان لسي بويري حور كاكا سو دولي تبهتنا وان صوكا دو نبغانو كينا بويري نبي جيبه وحول عليه الصلاة والسلام أشربتم شرابكم الليلة عانا دي بضم بواركا ورعاو ميدين انتي نعبين مركزاني اللي بيولي ما يعبنا إلهي رسول كيسيو يا رسول الله اشرب أدوك عباني اللي بيولي مركز سوى عب دبيتنا ويدي بيولي